صباح الهنا. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي طبعا، وإن شاء الله يبقى يوم جميل ولطيف على الجميع. أنا عايزة كواليس بقى النهاردة، وعايزة أخبار حصرية طبعا لو عندك، وهبدأ معاك. نبدأ بالمنتخب الأول، نروح تمام، للمنتخب الأول. أوكي. إحنا يمكن اتكلمنا عن التحديات اللي بتواجه منتخبنا الأول، واتكلمنا عن إن إحنا دايما في ضربة البداية عندنا مشكلة في تصفيات المونديال، معرفش ليه، حاجة كده غريبة شوية. اتكلمنا إن إحنا هنواجه جيبوتي على أرضنا، وهنواجه سيراليون في ليبيريا، لكن المجمل إن أنت عايز تطلع بست نقاط. كلام محترم جدا. انا بدات امبارح مفروض اولى المعسكرات والتدريبات على استاد القاهره، وباذن الله مكمله كمنتخب، باذن الله مكمل، ومفروض حسب برضو المعلومات في المنتخب كله كامل العدد، كل المحترفين متواجدين. فخليني اعرف منك رؤيتك حتى هذه اللحظه ان شاء الله لاولى المباريات اللي لازم تكون ضربه بدايه برضو جيده. يعني خلينا البداية نتكلم طبعا ان تصفيات كأس العالم دي هي اول تصفيات في التاريخ منتخب مصر بيلعبها في وجود النظام الجديد لكأس العالم، اللي هو بقى 48 منتخب، ولاول مره ما بقاش عندنا المفروض يعني ما بقاش عندنا مشكله في تصفيات كأس العالم، لان دلوقتي بيتأهل 9 منتخبات مباشره الى كأس العالم من افريقيا، وفي فرصه كمان لمنتخب 10 ان هو يتأهل، يعني في نصف مقعد كمان زياده. يعني المفروض منتخب مصر هو اوريدي من اول 9 من اللوجيك اول يقول 10 كده يعني. بالظبط، حتى المجموعه اللي اتحطينا فيها مجموعه برضو يعني كنا نتمنى ان احنا نتحط فيها حتى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية مش تصفيات كأس العالم. فالموضوع المفروض إنه أصبح مش سهل، أصبح في منتهى السهولة. لو بنتكلم على منتخب مصر، مفيش غانا، مفيش نيجيريا، مفيش المغرب، ده احنا مرة وقعنا مع الجزائر والمغرب والسنغال فاكرة الثلاثة في 2002 يعني، وتعادلنا مع ناميبيا اللي هي المفروض كانت حصلها، واحنا رجعنا كسبنا هنا 8. فماتش ناميبيا ده كمان دايما بيجي في ذهني كده لما اشوف فرقة سهلة من اللعيبه. يعني احنا دلوقتي جيبوتي يعني المفروض نكسب 7-8 المفروض. سيراليون المفروض هنروح نكسب هناك على الاقل يعني 1-0، يعني مش هنقول نكسب سكور، لان عارفين اللعب بره في افريقيا غير اللعب بره في اوروبا.